الحين مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. يتجدد اللقاء في مساء أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي في منافسات أول الأيام. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع انطلاقة سابع أشواط هذا المساء ومنافسات سن اللقاية والخمسة كيلومترات الحاضرة في انطلاقات هذا المساء. على بركة الله مشاهدينا الكرام، نتابع هذه المسيرة ونسير هناك إلى البداية إلى مقدمة الشوط لنتابع مجريات وأحداث هذا الشوط. هنا الأعداد بدأت بالتزايد وبالظهور من خلال أيضا هذه الأعداد. أعود وأسير هناك وأتابع البداية والصدارة، أتابع مقدمة الشوط مع الوجبة هنا مع أول المراكز محمد بن ظافر بن راشد الدوسري مع أول المراكز. ثاني الأسماء، أتابع القدوم من اعتبار سعود بن علي بن مبارك بن سالم الفراج، وثالث الى اسماء وصول مشاهدينا متابعين الكرام، وصلت ذباحة مبارك بن ربيع بن عبد الله الرزق العجمي هنا من تنطلق في ثالث المراكز. رابع الاسماء وصول وانطلاق من الشاهينية سالم بن محمد بن فهد بن سالم هنا ايضا ينطلق ويقدم شعاره مع رابع المراكز، ولكن القادمة في هذه اللحظات وصلت جولة راشد بن ضعيب بن حمد بن غدير الاكتبي. هكذا النداء مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل عبر قناة الريان في هذا النقل الحي والمباشر. اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى البداية الى الصدارة مع الوجبة، الوجبة هناك مع مقدمة الشوط. نذكر بالجائزة تويوتا لاند كروزر بيك اب في الانتظار، ولكن الوجبة هناك على مقدمة الشوط. محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري هنا يقدم شعاره مع الوجبة على البداية وعلى الصدارة. ثاني الأسماء وصلت جولة مع ثاني المراكز راشد بن ضعيف بن حمد بن غدير الكتبي هنا قادم مع ثاني المراكز، وثالث الأسماء وصلت اعتبار سعود بن علي بن مبارك بن سالم الفراج هنا يصل يقدم أيضا شعاره مع اعتبار، ولكن القادمة في هذه اللحظات وصلت سهرة راشد بن سلطان بن خالد المنصوري تجاوز وتنطلق بدورها إلى ثالث المراكز، ولكن القدوم والوصول من شقرة عيسى بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي هنا قادم في هذه اللحظات، وشعار بن ربيع هنا يتقدم مع ذباحة مع خامس المراكز في هذه اللحظات. مبارك بن ربيع بن عبد الله الرزق العجمي هنا قادم منطلق مع ذباحة، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط. الله يا الأسماء، الله يا الشعارات، بدأت بالهجوم، بدأت بالاقتراب، السيل الجارف من خلال هذه اللحظات، ولكن أعود مع الوجبة على مقدمة الشوط، على البداية، على الصدارة، ولكن شوف القادم، شوف المنطلق، الوجبة ما زالت على البداية. محمد بن ظافر بن حمد بن راشد الدوسري هنا على مقدمة الشوط، ولكن سهرة. الله يا المنصوري قادم، راشد بن سلطان بن غالب المنصوري مع سهرة مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء وصول من شقرة قادمة في هذه اللحظات، عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي هنا تنطلق تغير بدورها إلى مقدمة الشوط، ولكن شوف الأسماء، شوف القادم، وصلت في هذه اللحظات الشكلة سهيل بن مسلم بن قنزول العامري، ولكن القدوم وصلت هنا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. اعتبار سعود بن علي بن مبارك بن سالم الفراج، وصلت الاسماء، بدأنا بالاقتراب، بدأ الهجوم، بدأ الانطلاق. الله يا البداية، الله يا المسار الاول، هناك مع مقدمة الشوط اتابع شقرة.
شقرة على مقدمة الشوط وعلى البداية، ولكن اللي غيرت الشكلة شكلت الخطر، شكلت الانطلاق من خلال هذا التواجد. الله يا الشكلة، السيل بن مسلم بن غزول العامري، الله الشكلة على مقدمة الشوط، ولكن إعلاننا إلى خير. الله الله الله، مع لافتة الألف وميتين ما تبقى عن خط النهاية، الشكلة تشكل الخطر، تشكل الانطلاق، السير بن مسلم بن قنزول العامري، ولكن شوف القادم، وصلت في هذه اللحظات، انطلقت شقرة، عيسى بن محمد بن خلفان المزروعي، ولكن الله يا شقرة، عبد الله بن سعيد بن عبد الله الحميري هنا ايضا ينطلق بدوره، يغير الى مقدمة الشوط والوصول. مشاهدينا الكرام، وصلت ريام عبد الله بن شطيط بن سالم الوهيبي هنا قادم في هذه اللحظات، وصلت الاسماء، وصلت الشعارات، الله الله، شوف القادم، شوف المنطلق، الله الله الله، ولكن البداية مع شقرة، شقرة على مقدمة الشوط بدون اي اوامر الى هذه اللحظات، عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن محمد الحميري، ولكن ركز وتابع، الله الله، بسم الله ما شاء الله، بدأ الأداء، بدأ الانطلاق، وصلت منصورة، عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري، الله هنا منتصف هذه اللحظات، ولكن اللحظات الأخيرة هنا مع شقرة، شقرة ولكن القادمة، شوف القادم، شوف الواصل، وصلت ريام، وصلت ريام، الله الله، ولكن شقرة ريام 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 غيرت مع اللحظات الأخيرة، والسيارة الثانية في رصيدها، بسم الله ما شاء الله على هذا الأداء، على هذا الانطلاق، هنا مع ريام عبد الله بن شطيط بن سالم الوهيبي، سلام يا السلطنة سلام. ثاني المراكز كان الوصول من شقرة لعبد الله بن سعيد بن عبد الله الحميري، وثالث المراكز مشاهدينا الكرام كان الوصول من منصورة عبد الله بن عبيد بن حلوس العامري، ورابع المراكز متابعينا وصلت سارة راشد بن سلطان بن غالب المنصوري، وخامسا كان الوصول من الشكلة سهيل بن مسلم بن قنزول العامري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى الفائزة معنا بناموسي هذا الشوط، تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لمالكي أريام على هذا الفوز والانتصار. تابعنا أريام أيضا ولحظة وصولها واختطاف المركز الأول بكل جدارة، بكل استحقاق، نتابع أيضا من خلال قناة الريان توقيتها الزمني 7:45.3 من الثانية، تهانينا والناموس لعبد الله بن شطيط بن سالم الوهيبي، وسلام السلطنة سلام على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من شقرة وتوقيتها الزمني 7:46.9 من الثانية، تهانينا والناموس لعبد الله بن سعيد بن عبد الله بن محمد الحميري، وثالث المراكز، ثالث المراكز كان الوصول من منصورة توقيتها الزمني 7:49.9 وجزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس لعبد الله بن عبيد بن حلوس العامري، تهانينا والناموس للجميع.